استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة على ثقة الملكية السامية، معربا سموه عن تقديره للجهود المستمرة المبذولة من قبل سعادة وزير التربية والتعليم في سبيل تطوير القطاع التعليمي في المملكة من جهة، والمشاركة في تعزيز الجانب الرياضي في المنظومة التعليمية من جهة أخرى، مؤكدا أن وجود وزير التربية والتعليم ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سيفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك بين الجانبين. وجرى خلال الاجتماع استعراض أهم الملفات المتعلقة بتطوير الرياضة المدرسية ومشروع المدارس الرياضية، بالإضافة للعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.